أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من كبار السن نسمعه يقول هذه العبارة: اللهم احفظ لي ما لا أحفظ، فهل هذه عبارة صحيحة؟ إيش؟ كثير من كبار السن نسمعه يقول هذه العبارة: اللهم احفظ لي ما لا أحفظ. واللي تحفظ لست بحاجة إلى الله أنه يحفظه، هذا كلام جاهل هذا. نعم.